كرة الحارس، كرة طويلة هذا المؤتمر الوطني الاندماجي ديال احزاب التحالف الفيدرالي اليسار، وحنايا كنا شحال هادي عاقدين انه غيكون في هذا التاريخ، ولكن تصادف دابا مع الماتش ديال المنتخب الوطني اللي كنشجعوه منذ بدايه المونديال، وما يمكنش دابا نتفرجوا يعني في نديروا الاشغال ديال المؤتمر وما نتفرجوا شي في الكره. هذه مناسبه باش كنعاودوا ناكدوا فيها على انه اليسار مرتبط دائما بقضايا الشعب المغربي، ومن ضمن هذه القضايا وقضيه يعني قضيه ديال المنتخب انه انتصر. حنا مازال تناكدوا ان هذه المقابله الكرويه ديال الترتيب حتى هي بغينا المنتخب المغربي يربح باش نفرحوا كاملين، وباش يعني يكون ذاك الربط ديال انه اليسار المغربي مرتبط بجميع الانشطه التي تحدث داخل المجتمع، ومن ضمنها الرياضه والكره. هذوك ابناء الشعب المغربي هجروا واحد الوقت يعني البلدان الاوروبيه وتكونوا، ولكن حنا ما يمكننا الا نعتبروهم مغاربه، وهم في المشاركه ديالهم في المونديال ابانوا عن وطنيه كبيره جدا، ودائما كيهضروا وكيهديوا يعني الانتصار ديال المنتخب تهديوه للشعب المغربي والوطن ككل. يعني هما ابناء الشعب المغربي واخا تغربوا على البلاد، ولكن دابا هما عطاونا درس في الحقيقه ديال انه المهاجرين المغاربه واخا تيهاجروا تيبقاو مرتبطين بالوطن الام ديالهم وما تنفصلوش عليه. يعني هذه رساله يعني كيخصها تتلقى يعني كيخصها تقرا، دايره اشاره مهمه للسلطه في المغرب انها خصها تقرا بطريقه جيده وتستوعب. الا كانت الدوله اليوم كتهضر على اننا نعاودوا نرجعوا الكفاءات اللي كاينه خارج المغرب، راه هذا الشباب ديال اسود الاطلس راه من ضمن هذه الكفاءات، وكيخصنا نعتنيو بهم ونزيدوا ندعموا يعني اي حاجه غتمشي اننا نعطيو اشعاع للبلد ككل. تدخل الى عدد كره خارج على المدافع ديال باكو نوكو.